وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والباحث السياسي. سيد محمد، يعني 84% من البنية الصحية في قطاع غزة، 70% من المساكن والمباني في قطاع غزة صار مدمرا، والآن إسرائيل تبحث عن حل للموجودين في رفح الفلسطينية بإعادة ترحيلهم مرة أخرى إلى مناطق الوسط والشمال. هذا حل إسرائيلي غير ممكن الآن في ظل هذه الأوضاع التي تحدثت عنها الأمم المتحدة. إذا تعتقد أن إسرائيل تلقي بهؤلاء من الرمضاء إلى النار؟ للأسف الشديد هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا القتل الممنهج والتدمير لكل سبل الحياة وللبنية الأساسية لمجموعة بشرية تعيش في بقعة من الأرض بهذه الطريقة، وأمام مرأة ومسمع من العالم كله، وأمام النظام الدولي الذي تشكل والذي يحكم هذا العالم منذ مؤتمر يالتا أو نهاية الحرب العالمية الثانية. للأسف الشديد لا يوجد رادع ولا قوة قادرة على إيقاف هذا القتل البشع غير المسبوق يحدث أمام العالم. القوى الدولية التي تدعي أنها هي التي أسست هذا النظام الدولي وهي التي ترعاه وهي التي تحافظ عليه لأنه يحقق مصالحها لا تستطيع أن تتحدى إسرائيل ولا تستطيع أن تقف في وجه هذا اليمين الديني العنصري الغير مسبوق الذي سيتسبب في تقديري في كارثة ربما لا يعلم مداها إلا الله في هذه المنطقة. وفي الحقيقة إنه كل الجهود التي تبذل الآن من جانب هذه القوى الكبرى هو أو هي جهود تقتصر على إدارة الأزمة لا التصدي لها ولا تقديم حلول واقعية لها. حتى تصريحات الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية والأجهزة التي تعمل داخل هذه المؤسسة في حقيقة الأمر لم تصل بعد إلى الحديث بشكل قاطع وبشكل حقيقي عن حجم الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت هذا العدوان الغير مسبوق في الحقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ما زالت، وحتى الاتحاد الأوروبي عندما يتحدث باستحياء عما يحدث في غزة لا يصل إلى حد إما التلويح باستخدام القوة كالحديث مثلا على سبيل المثال عن فرض عقوبات أو حظر أسلحة أو ما إلى ذلك. وموقف الولايات المتحدة الأمريكية مرهون بتوازنات الساحة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرة اللوبيات الصهيونية الكبرى على عملية صناعة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس أمريكي للأسف الشديد عاجز وغير قادر على اتخاذ قرارات مؤثرة. وهذا يعود بطبيعة الحال إما إلى معتقداته الشخصية التي تميل إلى تدين وإلى رؤية للأسف الشديد تنسجم إلى حد بعيد مع هذا اليمين الديني الحاكم في إسرائيل.